يسعدني كثيرا أن أحيي كل أم في مصر وأقول لكم جميعا كل سنة وأنتم طيبين، لأن الأم لها مكانة غالية جدا في قلوب الناس وفي قلبي أنا. أمي لها مكانة كبيرة جدا، هي تركتنا من عشرات السنين ولكن ما زالت مكانتها في قلبي عظيمة جدا. ففي عيد الأم أحيي كل الأمهات في مصر وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، كل اللي عملتوه إحنا شاعرين به ومكانتكم في قلوبنا عزيزة علينا، وأمهات مصر هي اللي عاملة مصر في حقيقة الأمر. أهم حد في مصر هي الأمهات، الأم هي اللي بتكفل الأولاد وهي التي تربيهم وهي التي تكونهم وهي التي تشجع الأولاد على العلاقة ما بينهم وما بين الوطن والأمومة والمصرية. ولذلك فالأم لها مكانة غالية جدا في قلوبنا. يا أم مصرية كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل.